الايام دي الناس بيخشوا في الامه دي ببرنامج رمضان ده بالناحيه الدينيه، في ناس بيلعبوا بالدين، اخوان مسلمين، مسلسلات دينيه، اناشيد دينيه، وروك التوحيد؟ لا ما وروك التوحيد، ده الغشوك، لانه دي رساله الرسل عليهم الصلاه والسلام، وربنا ذاته عز وجل قال لك تصوم رمضان كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال لك تصوم ده هو قال لك وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، فلمن تصوم رمضان وتغشنا نحن انه انت بتصوم لله وتمشي بغادي تنادي غير الله، ده تلعب على منيتة، لانه بجوك الليله جماعه، ودي نصيحه لك عشان ما تتورط، شوف رمضان بتاعك ده استثمروا في الحسنات، انك تكسب حسنات في رمضان عشان ما يضيعوا عليك، واحدين بجوك الليله يقول لك رمضان ده تسمع المديح، مديح النبي عليه الصلاه والسلام، فيه شنو المديح ده؟ سؤال، ما في ناس الواحد يقول لك والله احنا رمضان ما بنسمع اغاني منمزك عش الجبل دوليه سجمانيه ديل بعد العيد، لكن هسه حاليا بنسمع للمديح النبوي الشريف صلي عليه، اها بيقول شنو المديح؟ حتى خشنا نحن حرتي سرتي لا هو الفجل لا هو البامبي، دخل ده مديح الرسول عليه الصلاه والسلام، تلعب على منو انت؟ عنده الانونون، ده مديح معتمد في الدوله السودانيه، والله هذا الشعب السوداني البطل مضيعينه نازل، والله العظيم عنده الانونون مشاهد الحي، لا جمل لا حمار لا تك لا عي، الدق دق الشنو شنو اللم لم ابيض لبني، صلي عليه، والزول بيقول هو استمع لمديح وداير حسنات، داس فيه كم حسنه؟ دق دق لم لم يلموك مع ابو جهل يا وسخ، فيه كم حسنه؟ ده غير العواليق الظهر وجداد ذكرهم ليك شيخنا ابراهيم العزيبه بتاعنا الضعيف والسمين، وداك بتاع الكريمات الظهر جديد في بحر ده، زول بالمعزل الستيكر، انت جابوا لهم مديح جديد كرت، مشوا حرفوا الاغاني عشان تعرف الحاصل يا مسلم، دكتور محمد الامين اسماعيل بتاع انصار سنه حيجيك في التلفزيون بيشال، وطبعا حقيقه وهذه على المذاهب الاربعه، اربعه وكاس في راسك، وري الامه دي التوحيد، ما بوريك له، ديل لعبوا بالاغاني ذاتها، اغاني ذاتها حقت الطرب، الشباب ديل كان عندهم اغنيه بيغنوها في الحفلات، لابسه توبه بنظام عليكم والله نادوا لي حنان، الامه دي جت نادوا لي حنان، نادوا لي حنان، صحيح ولا ما صحيح؟ لما فيها الصوفيه الدراويش مع عواليق النازل، والله يا عواليق ديل اكلوا حق الله، اكلوا حق الناس، اكلوا الناس، انت افهمها بطريقتك؟ اكلوا حق الفنانين كله، لما في الاغنيه عليكم الله نادوا لي حنان، قال يا زايرين المدينه صلي عليه، عليكم الله ادعوا لي هناك، عليكم الله ادعوا لي هناك، والجماعه بشيلوا ورا، يا زول دي قالوا عليكم الله نادوا لي حنان، خلوا حنان في حنانا يا اخي، عشان ما ندري شكينا في حنانك ذاته، لعب على الامه دي باسم الدين، عشان كده نحن بننصحك، رمضان بتاعك ده تصوم لوجه الله سبحانه وتعالى، وعقيدتك دي تخليها في ربنا تبارك وتعالى، ربنا تبارك وتعالى قال قل من يرزقكم من السماء والارض، الرزق ده عند الله، اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله، عقيدتك دي في ربنا تبارك وتعالى، واذا مرضت فهو يشفين، كله عند الله عز وجل، تتعلم الكلام ده وتخش رمضان، تتقرا القران، ما تمشي تباري ليه الفنانين والفنانات.